السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير، ان شاء الله قراءة جديدة حصرية على قناة سرار العالم الروحاني لمواليد برد السرطان، صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها، اتمنى من اخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من اسرار العالم الروحاني، وداخل القناة احبابي في الله علاج السحر وعلاج المس وعلاج التعطيل وعلاج التابعة كل العلاجات داخل القناة بإذن الله تعالى منزلها من قبل، واللي حابب يتواصل معنا الرقم أمامكم يتفضل يتواصل معنا، ونبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم الكاشف. فضلا انزل فيها التعليقات بنية الفرض، صلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم الكاشف. برد السرطان شايف عندك مصلحة حلوة، في عرض يعني حلو ليكم، والعرض ده هتكونوا يعني مبسوطين منه. عندك مشروع، المشروع ده هيكون فيه نجاح بإذن الله تعالى وفيه طاقة إيجابية ليك. في شخص عندك عزيز على قلبك تعبان، عنده تعب في الرجلين أو في الظهر، عندك تعب في الأعصاب، حد عزيز على قلبك ربنا يشفيه بإذن الله تعالى ويبعد عنه أي طاقة طاقة وحشة. شايف عندك هنا في حد قريب ليك برضه، يعني هو ماشي في طريق مش كويس، هو برضه قريب ليك وانت بتحذروه او انتوا هتكتشفوا وهتحذروه لان الطريق اللي ماشي فيها مش كويس، بس انتوا هتعملوا اللي عليكم، هتنصحوه وهتقولوا احنا نصحناه وقلنا امشي بعيد عن الطريق دي. شايف هنا في حد عايز يعرفكم او هيتوصل ليكم علشان مصلحته، هيعرفكم علشان مصلحته هو، علشان يسحب منكم فلوس او يسحب منكم شغل او هياخذ منكم حاجه، لكن انتوا مش هتدوا حاجه او مش هتدوها حاجه، الله اعلم ثم اعلم، هيبعدوا عنه لان شايف ان انتوا هتبعدوا عنه او هتتعاملوا معاه بطريقه محدوده. شايف هنا اللهم صل على سيدنا محمد، يعني شايفكم هنا هتعملوا حاجة جديدة في حياتكم، هتطلعوا من طاقة، هتطلعوا من طاقة سلبية، شايف ان انتوا هتدخلوا في طاقة ايجابية، هتدخلوا في حاجة تفرحكم، بس ابعدوا عن جميع الطاقات السلبية، ادخلوا في أي حاجة تفرحكم، أي حاجة تبسطكم، أي حاجة تسعدكم ادخلوا فيها، ابعدوا عن الطاقات السلبية والأماكن اللي بيديلكم منها الطاقات السلبية، وابعدوا عن الناس اللي بتأذيكم، الناس اللي بتحط عليكم وليست تاخذ منكم. شايف عندكم هنا خمسة، رقم خمسة، رقم خمسة ده مميز، ده بكم طاقة إيجابية، ده بكم طاقة فيها فرحة، طاقة السعادة بإذن الله تعالى. شايف عندكم هنا أكتر من خبر مستنيين، يعني أكتر من خبر تسمعوه، عندكم أكتر من طاقة إنها تكتمل أو يكون فيها أمور حلو ليكم، بس هنا شايف هنا بتديلكم حاجة وتختفي، بيديلكم إحساس وبيختفي، بتدخلوا في طريق حاجة بتكون بتساعدكم وتسيبكم وتختفي. بلاش الكلام الكثير عشان انتوا عندكم لخبطة مش عارفين ايه اللخبطة، لأنه عندكم هنا روحانياتكم عالية عالية بنسبة شديدة، عندكم التخاطر ده شديد قوي، سواء كانت أحلام بس بتنسوها، في منكم بينسى الأحلام، بيحلم أحلام وبينساها مش بتكتمل أو بينساها، في منكم برضه اللي بيفتكرها، في منكم اللي عنده هنا مس وعنده سحر وعنده سحر، أكتر حد عندك الحسد. الحسد شديد عليك شديد يعني بالنسبة شديدة جوه الحسد، وعندك السحر، بس عندك يعني هنا معك روحانيات، يعني حاجات كويسة، حاجات صالحة بتساعدك كتير على قد ما تقدر، لكن مش قادر على السحر، مقفول عليها، مش قادر على تخلص لك السحر، فانت ساعد نفسك، ساعد نفسك خليك تخلص من السحر والحسد اللي عندك، خليك تتواصل مع روحانيتك لان روحانيتك كويسه، ماشي حاليا يعني هي اتفتحت معاك الابواب كبير مره، مشيت معاك طريق مكتمل لكن انقطعت، وقفت معاك الدنيا، وقف حالك، وقف حصل معاك تعطيل، حصل معاك نفور، محتار، حصل معاك برضه تعب شديد من السحر احبابي في الله، بس الطريق هتمشي معاك مره ثانيه وهتمشي لهدفك وهتوصل للطريق اللي كنت عايزه وهتعلى هتعلى هتعلى. شايفك هنا انت مش عايز تعاتب حد بسبب اللي انت شفته من الناس دي، مش عايز تعاتبهم، مش عايز تتكلم معاهم، عايز تبعد، قررت ان انت تبعد عن الناس دي، تعتزل في حالك، تقول انا ماليش دعوه بالاشخاص دي، انا خدتش غير منهم التعب، الظلم، المشاكل، الخنقه، خدتش غير منهم المصاريف اللي صرفتها او تعب كتير او صرفت عليهم فلوس كتير، فانت حبيت تعتزل عن الناس دي وتاخد جزء بعيد عنهم.
لانك انت سمعت كلام كتير يعني شايفك انا بس انت واقع هنا في مشكله، في مشكله في المحاكم او حاجه، بس هي تتحل خلاص يعني. بنا عندك ان انت عندك ثقه في الله كبيره جدا، لكن هتخلص منها باذن الله تعالى المشكله اللي عندك. الماديات في انفراجات كبيره ديالك، شايف برضو في فلوس ديالك، حوالات او فلوس، او انت عطى حد فلوس سلف او مسلف حد ورد عليك باذن الله تعالى خلاص. استغل ايامك كلها، الفتره اللي دايه في صالحك، امشي في الطريق اللي انت مكتمل فيه هتوصل. هو ماشي حصل معك شويه تعب، لكن هتوصل بقدره الله تعالى. كل ما تكتمل تحصل لك عراقيل، تحصل لك حاجه، لكن هتوصل. في هنا شايفك هنا في طرف ثالث حاطك في دماغه الطرف الثالث، انت ما عطهوش اهتمام او بعيد عنه، لكن هو حاطك في دماغه وعايز يوصل لك باي طريقه، عايز يوصل لك باي طريقه. الست اللي عامله لكم السحر، الست اللي عامله لكم السحر دي هي قمحويه، يعني سمراء بما يقولوا، وطويله مش قصيره، طويله الست دي وقمحويه وقريبه ليك، قريبه يعني جدا مش بعيده، يعني مش غريبه، قريبه ليك ماشي. فخلي بالكم منها الست دي، يعني اول حرف منها اللي سالوني كتير على اول حرف، حرف السين، حرف السين، شايف حرف السين، حرف الهاء منها، من حروفها سواء كانت حرف السين او حرف الهاء او حرف الميم او حرف العين او حرف الحاء من حروفها. صل على حبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. شايف عندك هنا اكتر من حاجه بتديك طاقه ايجابيه، عندك اكتر من حاجه بتديك طاقه ايجابيه، بتخليك يعني احسن من الاول يعني. فشوف نفسك، حاول يعني تشتغل على نفسك، اشتغل في زي ما انت في الطريق اللي انت فيه، هتوصل باذن الله تعالى. عندك تغيير في سكن، تغيير في سكن، هتنزل من مكان لمكان باذن الله تعالى. بسم الله الكشف، اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله بسم الله. في حاجة هنا انت مقصر فيها، او في تقصير ما بينك وما بين نفسك، ما بينك وما بين حد، عندك طاقة تقصير، مقصر في حدا، مقصر فيه. ايه هي اللي مقصر فيه؟ شايفك هنا بتكتمل في حياتك بشكل كبير. شايف عندك هنا رسالة، رسالة انت هتقراها، الرسالة دي ديالك فيها خير باذن الله تعالى. في استلام من اوراق، اوراق راح تستلمها فيها خير ليك برضه، في حد غايب عنك بقاله مدة كبيرة وانت عمال تدعي له انه يرجع بالسلامه، ان شاء الله يرجع بمشيئه الله تعالى. في حد هنا مسدود قريب ليك او مريض، شايف عليه محتاج مساعدتك او محتاج دعمك او محتاج الدعاء، مسدود او في السجن او بيخلص او عيان او بيعمل عمليه، ربنا هيشفيه باذن الله تعالى، او هيخرج من الاسر اللي فيه او من السجن اللي هو فيه، هيخرج بقدره الله تعالى ان شاء الله. شايف عندك مفاجأة هتحصل، هتغير حساباتك بشكل كبير، مفاجأة هتحصل لك بإذن الله تعالى. في حدا انت تعملها هنا هتعلي من شأنك، أو شغل أو علاقة شغل جديدة، في حدا هتعلي من شأنك، في حدا هتنشال وهتأخذ حدات أحسن. شايف عندك برضو هنا انت مشروع شغل بالك، أو هتدخل في مشروع أو داخل في مشروع شغل بالك، اكتمل كمان انت، بس اكتم اسرارك، اكتم اسرارك، لان في حواليك عيون كتيره، في ناس كتير مش بتحبك زي ما انت بتحب ناس، في ناس برضو بتحبك وفي ناس مش بتحبك بتتمنى لك الشر. شايف عندك هنا اوراق تايهه منك، او اوراق انت بتدور عليها، او بتخلص اوراق، او محتاج تخلص اوراق، ان شاء الله هتكتمل معاك باذن الله تعالى ان شاء الله. شايف هنا هتربح يعني مشاريع، هتربح قضايا هتربحها، شايف عندك مكسب كبير جدا، عندك مكسب كبير جدا باذن الله تعالى، بس انت محتاج الصبر، محتاج الثقه بنفسك تزيد، خلي عندك الصبر. شايف عندك الى حد هيتصل بيك، هيطلب منك حاجه، هيطلب منك فلوس، هيطلب منك حاجه معينه. شايف هنا في شخص، هنا الشخص ده يعني قريب عنا، قريب ليك، قريب ليك، بس في امور كويسه هتكون ما بينك وما بينه، هيكون في حد جديد في حياتك. شايف ان انت دقيت على باب او حاولت تفتح باب والباب ده مغلق قدامك، لكن انفتح الان وهيتفتح الباب، واللي في السجن هيخرج، اللي في السجن او المريض هيشفي وهيتفتح الباب، في الباب اللي انت دقيت عليه كان مقفول هيتفتح لك باذن الله تعالى. صل على الحبيب المصطفى.
شايفين انت حاده مخلياك كاره اي حاجه تخص الحب، تخص الحب. شايفين انت حاجه بتتكرر معاك، اشاره، حلم عايز تفسره، في حاجه انت عايز توصل لها، في حاجه تعباك محيراك محتار فيها عايز توصلها، لانك لو وصلت للحاجه دي هتعلى من شأنك، هتوصل لأهداف كتيرة، هتوصل لحاجات كتيرة تعلي من شأنك، انت خاطط عقلك كله تفكيرك فيها علشان توصل للحاجه دي، والحاجه دي ان حليتها هي عقدة او هي حاجه مربوطة او حاجه مكفولة، ان فتحتها وحليت لغزة هتوصل للهدف الصح، هتوصل عقل يعني شأنك هيعلى هيعلى هيعلى، وهتخلص من العراقيل كلها اللي في حياتك، هتخلص من السحر، هتخلص من المس، هتخلص من التعب، هتخلص من اي حاجة واقفة في حياتك، حتى الديون هتبقى مرتاحة معاك بإذن الله تعالى، هتعلم شأنك. شايف في حاجة برضه هنا هتفرحك الفترة دي، ادعم فيديو باللايك فضلا وليس امرا احبابي في الله، لان كثيرة والله بينسى يدعم الفيديو باللايك فضلا وليس امرا، ادعم الفيديو باللايك. شايف هنا في اختلاف ما بينك وما بين صديق، او اختلاف ما بينك وحد قريب ليك، الخلاف ده كان من فتره فاضي، من فتره يعني من الماضي، من فتره فاتت، هيبدا صفحه جديده او هيكون في صلح ما بينكم او انت اعتزلت عنهم، في خير باذن الله تعالى. الاهل مركزين معاكم جدا، الاهل يعني مركزين معاكم في كل حاجه، حتى في المال، اكتر حاجه مركزين معاك في المال، فانت بيديلك فصلان، بيديلك ضيق، بيديلك خنقه. شايف عندك هنا محادثة ما بينك وما بين حد، امسحها او تجنبها، بلاش كل شوية تمسك التلفون وتبص على المحادثات او منتظر منه محادث او منتظر منه يبعت لك حاجة، لا ابعد عنه او اترك الطريق دي. شايف هنا حد بيدعي لك، وعارف ان انت بيدعي لك، بيدعي لك هو عايز مصلحتك ودايما بيدعي لك، بس انت يعني ما بقيتش شايف مين بيحبك، ما بقيتش شايف مين عايز مصلحتك بسبب اللي حصل معاك، المشاكل او اللي حصلت معاك او انت اللي مريت بيه، لان انت مريت بحاجات كتيره جدا، تعبتك نفسيا، كسرت قلبك، يعني حاجات كتيره خذلتك، ما كنتش متوقع ان يحصل كده. شايف الفتره دي انت مش واخد راحتك في حاجات كتيره جدا، مش واخد راحتك في حاجات كتيره جدا، عندك يعني حالتك النفسيه هتبدا تتحسن معاك، هتبدأ تحسن، هتطلع من حالة الاكتئاب بفضل ربنا بإذن الله تعالى، هتطلع من الخزلان، هتعرف إن في حد هنا يدعمك، شايف طريق سفر قدامك، معروض عليك سفر، أو أنت حابب تسافر بس عندك يعني مشكلة أو حاجة هتخلصها وهتسافر. في حاجة عندك هتخلصها وهتسافر بإذن الله تعالى، فاتحة معاك طريق السفر فيها رزق ليك، فيها خير، فيها فسحة، فيها فرحة ليك، طريق السفر معاك مرتاح تمام تمام، بس هي مشكلة في الأول بتخلصها، هتخلص بإذن الله بسهولة وهتسافر وهتوصل لهدفك بإذن الله تعالى. بالك مشغول 24 ساعة، مش عارف تاخد قرار، مش مرتاح، تعبان، مضغوط، محتار، مخنوق، قلبك مكسور، عندك الضيق، الفترة اللي داية فيها خير ليك. في فرحة في أرض بيتك، هنا ممكن نقول لخطوبة أو حد يرتبط قريب ليك أو زواج أو رجوع للمنفصلين أو زواج مرة ثانية، لأن الفرحة مكتملة في أرض بيتك، أنت فرحان وسعيد وأهلك كلهم فرحانين ومبسوطين معك. شايف هنا أنت ما بتحبش تتكلم كتير، بتحب الشخص الهادي الكتوم، لقاء مع حد، اللقاء دي فيه خير، فيه فرحة، شايفك في اللقاء ده مبسوط، مبسوط فيه. عندك هنا رسالة ديالك، رسالة فيها فرحة ليك، فيها سعادة، انت منتظرها بإذن الله، بس خليك تكون هادي علشان شايف عندك فرحة بإذن الله تعالى، عندك فرحة، شايف في بشرة بمولود، لأن عندك كمية اشتياق لأطفال، عندك كمية، شايف في بشرة بمولود. حياتك هنا العاطفية، يعني هنا حياتك العاطفية ما فيهاش استقرار قوي، ما فيهاش استقرار. الست اللي بتجدد لك السحر، بتجدد لك السحر، عينها عليك جدا، عينها عليك. هنا الناس اللي أذتك وغدرت بيك هيتأسفوا لك وهيردعوا، لأنك يطلبوا منك السماح، لأن أنت قلبك طيب وبتحب الخير للناس كلها وبتحب تدي ومش منتظر مقابل من حد، مش منتظر مقابل من حد. دايما اللي انت بتعمله مع الناس بيديلك العكس، دايما الخير اللي بتعمله مع الناس بيديلك العكس. شايف عندك صلح انت وحد عزيز على قلبك، شايفك هنا برضو زعلان وبتشكي همك، شايفك زعلان، مخنوق، متضايق،
قلبك مكسور حزين، بتقول يا رب انصرني على أعدائي وعلى من ظلموني. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. بسم الله الكاش، ادعم الفيديو باللايك فضلا وليس أمرا أحبابنا في الله، فضلا وليس أمرا أخواتنا في الله اللي بتشاهدونا، ادعموا الفيديو باللايك. بسم الله الكاشف، بتقول يا رب وفقني، يا رب اكرمني، عندك دعوة بإذن الله تعالى هتتحقق بقدرة الله. انت أقرب الناس ليك هم اللي غدروا بيك، أقرب ما ليك هم اللي غدروا بيك، بس إن شاء الله ربنا هيكرمك وهيريح قلبك بإذن الله تعالى. انت هنا طلعت من بيتك غصب عنك، شايفك طالع غصب عنك زعلان مكسور، شايفك طالع من بيتك مكسور. خلي بالك، خلي بالك من الناس اللي عايزة تدمر حياتك، الناس الحقودة، الناس اللي عايزة تأذيك، عايزة تدمر حياتك. خلي بالك من الناس دي، انت شخص محبوب، انت شخص شاطر، شخص يعني محبوب جدا، مشاريعك بإذن الله تعالى ناجحة، عندك تسرع، بس في تسرعات بتاخذها في الصح بتكون صح، بس عندك أصدقاء خبيثة، أصدقاء حابة توقعك في شر أعمالك، فكن حريص كما كنا. شايفك هنا نوع على السفر، نوع على السفر خارج البلاد، مستني دعم أو مستني لقاء مع حد أو مستني مكالمة، شايف عندك سفر، في حد هيساعدك وهيقف جنبك في الشدة، في حد هيساعدك ويدعمك وهيقف جنبك. صلى على الحبيب المصطفى. شايف هنا انتبه وخلي بالك من صحتك، وما تاخدش حدا من حد، خلي بالك من صحتك وانتبه من صحتك، علشان اقرب الناس هم اللي حابين يدمروك بالسحر، بالاعمال، بالسحر المشروب، خلي بالك من السحر كما قلنا. فخلي بالك، خلي بالك علشان شايف صحتك في النازل، المعدة عندك تعب، عندك ألم، عندك تساقط في الشعر. في حد هنا بيحاول يأذيك، بيحاول يطعنك، بيحاول يكسرك، بيحاول يأذيك. خلي بالك، انت هنا شايفك حزين على شخص انت بتحبه، الشخص ده مسدون او بعيد عنك او هو مخنوق او في ضيقة او مريض، انت زعلان عليه وحزين عليه الشخص ده، ربنا يفك اسره او ربنا يشفيه ان شاء الله مما هو فيه. بسم الله الكريم. شايف هنا حصل كلام ما بينك وما بين الشريك، حصل زعل، حصل انفصال، بتفكر في الانفصال، بلاش تفكر حاليا عشان السحر سحر بيتجدد، لان شايفك عندك حيرة، محتار في امرك، عايزك تنتصر، عايزك تنتصر او عايزك تنتصري. سيب كل حاد على الله وحاول تقول يا رب، حاولوا تقول يا رب. انا شايف عندكم مواجهه حلوه، المواجهه دي فيها خير بمشيئه الله تعالى، فيها خير ليك. حاول يعني تكون انت يعني هادي الايام دي، هتكون حكيم وتكون هادي، علشان المره دي هتكون في مواجهه وهتطلع منتصر، وهتضع صوابعك في اي حد وهتطلع منتصر بفضل الله تعالى. شايف هنا اقرب الناس ليك هم اعدائك، عدوك واعدائك، صديقك وعدوك، فخلي بالك، لأن شايف شخص مقرب ليكم، فخلي بالكم وكون حذرين. بسم الله الكاشف، شايف هنا في حد بياكل ويشرب معاك أو طالع من بيتك مش كويس، أنت قدمت له الخير، كل وشرب لكن مش كويس. شايف هنا في أرض بيتك فيها فرحة، في فرحة في أرض بيتك، عندك انفراجات حلوة بإذن الله تعالى، وعندك الماديا هتتحسن، عندك الامور هتتحسن معك بفضل الله تعالى، عندك كما قلنا ممكن نقول فرحه، ارتباط او زواج او عرس لاحد قريبك في اهل بيتك، يعني شايف في ارض بيتك فيها فرحه بقدره الله تعالى. شايفك هنا مش قادر تشيل قرش، مش قادر تشيل فلوس، مش قادر تحوش، اللي دايخ خارج، ما فيش حدا قاعده معك مكتمله، ان شاء الله دايلك الرزق من حيث لا تحتسب، ديالك الفرحة، لأنك أنت ظلمت كثير، ربنا هيعوضك، هيعوضك على صبرك وعلى الظلم اللي وقع عليك من أقرب مليك، ربنا هيعوضك بإذن الله. شايف هنا اللهم صل على سيدنا محمد، الفترة اللي داية، شايف هنا وانتبهي، الفترة اللي داية عندكم خير،
عندكم السكة فاضية، عندكم خيار، عندكم السكة فاضية، حاولوا ان انت تكسبوها، حاولوا ان انت تكسبوا هذا السكة. انتوا حاسين ماشي ان الامور معقدة امامكم، بتدخلوا في طريق بتردع خطوة، مفيش ارتباط مكتمل، مفيش عيشة في المتزوجين، مش مرتاحين في الزواج، مشاكل بدون سبب، خنقة، ضيق، نفور، واكثر هذا المشاكل بدون اي اسباب، واللي لسه مرتبطتش في تعقيد، في تعطيل، في تعب، في تساقط في الشعر، في ألم في العمود الفقري، وألم في الرجلين، وزيادة الصداع، وزيادة التعطيل، والنفور في الزواج. هذا من السحر. السحر كما قلنا أحببنا في الله، من السحر اللي بيتجدد. شايف هنا في حياتك، هنا حصل أو هيحصل في بين المنفصلين، شايف هنا في عتاب، في مقابلة، والمقابلة دي فيها عتاب. ان شاء الله فيها الصلح بمشيئة الله تعالى. شايفنا في محاكم او في قواضي بينكم وبين حد او حد معين، لان شايفكم بتخلصوا هنا، عندكم خير في المحاكم باذن الله تعالى، عندكم محاكم. شايفنا في رزق دايكم وبشرى بفضل الله تعالى، فيها فرحة ليك. شايفنا في غيمة، غيمة على وشكم، الغيمة دي في تفكير، في غيمة، في تفكير، في حد بيحاول يأذيكم وانتم مش شايفينه. يعني هنا انتم مش متوقعين ان هو الشخص ده يعني اللي عمال يلعب بيكم، عمال يأذيكم، مش متوقعين. وطريق السفر مفتوح قدامك، طريق السفر فيه خير. هتقول لي يا شيخ طريق السفر، طب يعني ان شاء الله في خير طريق السفر. في منكم فسحة وفي اللي مسافر لشغل. القراءة عامة أخواتنا في الله، رجال ونساء، والقراءة مفتوحة بإذن الله تعالى. خذ اللي طابق ليك أحبابنا في الله. اللهم صل على الحبيب المصطفى. شايف إنها تتفتح قدامكم بيبان حلوة، هيكون فيها سعادة، فيها سعادة، فيها فرحة، يعني في راحة بعد كل التعب اللي حصل في حياتكم. تعبتم تعب كبير، ربنا هيسر أمركم، ربنا هيسر امركم وهيكرمكم، هيكرمكم باذن الله تعالى. الدموع اللي عندكم حاول تخلص، طلع من حياتك، طلع اليؤس، طلع الاحباط، طلع الضيقه، طلع الخنقه، طلع اللي عندك. شايف المشكله اللي عندكم مسببه لكم الازمه والحيره، انتم هتحلوه، هتتحل، هتتحل بمشيئة الله. انا يعني شايف ان اغلب وقتكم قاعدين في البيت، مش عايزين تتكلموا مع حد، يعني مش عايزين تتكلموا مع حد بسبب اللي شفتوه، لكن هتتلاقى بتوأم روحك، هتتلاقى بتوأم روحك، خلاص هانت، هانت، كل الابواب اللي اتقفلت في وجهك راح تتفتح مرة اخرى ليك بفضل الدعاء وفضل الاستغفار بفضل الله تعالى. شايف هنا انتم يعني شغالين على حاجات كثيرة جدا، وشايف ليك من مكان لمكان فيه نقلة، فيه الراحة ليك، فيه السعادة. شايف ان انت بتنتقل من مكان لمكان، فيه الراحة وفيه السعادة ليك بإذن الله تعالى. هتشتري المنزل، هتشتري المكان اللي انت هتنتقل اللي ممكن يكون لبيت زوجتك ان شاء الله، او الرجوع لزوجك بإذن الله تعالى، او شراء مسكن جديد هتنتقلوا فيه، فيه الراحة وفيه السعادة ليكم بمشيئة الله. خلي بالكم واخلصوا من السحر كما قلنا احبابنا في الله اللي عندكم، كي تفتح معاكم الابواب، لان السحر عامل لكم طاقات سلبية كبيرة جدا. وخلوا بالكم من الناس اللي حواليكم، مش كل الناس اللي تعطوها اسراركم، مش كل الناس اللي تفتكروها احباب ليكم، بيحبوكم، بيتمنوا لكم الخير. كثيرا من الاشخاص مش حابينكم تكونوا احسن منهم. يعني انت في نظرك بتقول انت ما عملتش حاجة للناس دي، اذتك ليه، سحرتك ليه، هم مش حابين ان انت تكون احسن منهم، مش حابين انت تكون متقدم بخطوات عنهم، مع انك انت ما اذتهمش، ما عملت لهمش اي شيء، قدمت لهم الخير لكن غدروا بيك. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكم من كل داء يؤذيكم. اتمنى من احبابنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناه فاشترك في القناه وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، وان كنت بتعاني من السحر او من المس او من تعطيل او من تابع او من قرين داخل القناه، جميع العلادات واللي حابب يتواصل معنا مع الشيخ يوسف، الرقم امامكم واتس، يتواصل معنا وان شاء الله هنكون في حسن ظنه. وكما تعودنا الصلاه على الحبيب المصطفى، اللهم صل صلاه جلال وسلم
سلامة جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، واغشيها اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي يعزه من كل سوء. اللهم فرد كربنا كما وعدت، أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء على آله وصحبه.